نقول في الماجنتيك سيركتس كلام في غاية الأهمية. إيه هو الدائرة المغناطيسية؟ تعتبر غالبا مكافأة للدائرة الكهربية. يعني إيه؟ يعني كان عندنا في الدائرة الكهربية جهد بيمر، أو كان عندنا جهد مسؤول على إنه يحرك وحدة الشحنات من نقطة إلى نقطة تانية. أما في الماجنتيك سيركت، الدائرة المغناطيسية هي عبارة عن مسار مغلق يجري أو يسير فيه فيلد مغناطيسي، ويحتوي على مصدر قوة دفع مغناطيسية أو قوة محركة مغناطيسية. يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا عندنا رينج بالشكل ده من خواص مغناطيسية مثل الحديد، ولفنا هنا ولفنا عليها سلك بالشكل ده كده، والسلك ده عدد من اللفات N، ومررنا في السلك ده تيار اسمه I. أم عامل إيه؟ أم مولد قوة دفع مغناطيسية، وبعد كده اللي نتج عندي تدفق مغناطيسي. تدفق مغناطيسي هيمر في المسار بتاع المادة المغناطيسية ده اللي هو ايه؟ فاي. طب خلي بالك، احنا كان عندنا القوة الدفع الكهربية كانت بتنتج او بتدفع تيار كهربي، كان التيار ده بيقابله معوقة او ممانعة في الدائرة الكهربية اللي كنا بنسميها R، اللي هي الريزيستنس. هنا برضو الفلكس الفيض لما يجي يمر في الدائرة المغناطيسية هتواجهه او هتقابله ممانعة اللي هي الريلاكتنس، ودي بتساوي ال على الميو نود في الميو ار في الاريا، والال دي اللي هو طول المسار بتاع الفيض المغناطيسي. الميو نود ثابت بيساوي 4 باي في 10 اس سالب 7. الميو ار نفاذية الهواء، والال قلنا اللي هو طول المسار بتاع الفيض المغناطيسي. اللي بالك لما نيجي نقول نوع موصل معين، لما نيجي نقول مقاومة الموصل دي بتعتمد على نوع المادة، يعني برضو بتتغير على حسب نوع المادة. يعني كل مادة هنا ليها ميو ار خاصة بيها، لكن الحديد سواء بقى باختلاف انواعه كلها كل نوع له ميو ار معينة. وبالنسبة للاريا اللي في القانون بتاع الريلاكتنس فدية الكروس سكشن اريا بتاعت المسار المغناطيسي، وزي ما كل حاجة متفسرة هنا بالشكل ده كده. نيجي نشوف الماجنتوميتيف فورس اللي بتتولد بتساوي ايه؟ بتساوي التيار في ال N، التيار اللي هيمر في عدد اللفات اللي هو ايه؟ N. وبتساوي ايه كمان؟ مش الماجنتوميتيف فورس ديت ولدت فاي فلاكس؟ ما دف مر فين؟ في المسار ولدت فاي، والفاي ديت اللي هي الفلاكس مر في المسار. ده بيساوي الفاي في الار، والاي والار ديت اللي هي الريلاكتنس اللي بيقابلها ايه؟ الفلاكس. تمام؟ فيعني بتساوي الفاي في الار وبتساوي الاتش في ال ال، والاتش ديت اللي هي ايه؟ فيلد سترينج. ولو بصينا على الار هنا هنلاقيها بتكافئ الامبير تيرن على الويبر، او بتكافئ برضو الواحد على الهنري. تمام؟ ونيجي بقى للماجنتيزيشن كيرفز. تمام؟ بتبقى للمواد اللي ليها خواص مغناطيسيه زي الكاست ستيل وزي الكاست ايون. تمام؟ وعندي علاقه بين البي والاتش. لو معايا اي واحده منهم البي او الاتش للكيرف ديت بندخل نجيب الايه؟ لو معايا مثلا البي بندخل نجيب الاتش، او العكس لو معانا الاتش بندخل نجيب البي عادي. والعلاقه ديت بتبقى قايمه ان البي بتساوي الميو نود في الميو ار في الاتش، عند البي جاب بتساوي الميو نود في الاتش، وفور اير جاب
ديت البي بتاعت الايه الجبل اللي هي فوق في الشكل اللي فوق. وبفكرك يعني ان الميو ار بتاعت الهواء بتساوي 1. ان شاء الله الحلقة الجاية هتبقى مسائل وتمارين بإذن الله. ما تنساش لايك على الفيديو وتفعل اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.